إسرائيل اغتالت عناصرا مهمة في الحرس الثوري الإيراني، تعتمد عليهم إيران كثيرا في الداخل السوري من أجل مواجهة إسرائيل بشكل خاص، وهذا جاء بإعلان مباشر من قبل إيران بنفسها، والحرس الثوري بنفسه هو الذي اعترف بما جرى وقال بأن أحد مستشاريه قد تم قتله وقتل بسبب ضربات صاروخية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، بل نشروا صورة هذا المستشار الخاص بهم ألا وهو ميلاد حيدري الذي ترونه أمامكم، نشروا له صورة أيضا وهو يرتدي زي الحرس الثوري الإيراني، وعندما ندقق في الرتبة الخاصة به بهذا الشكل ونلقي نظرة سريعة على الرتب الخاصة بالحرس الثوري فإنك ستجد هنا بالاقتراب من الشارة الخاصة به طبعا أو الرتبة الخاصة به فإنك ستجده نقيبا في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ذلك عندما ندقق في شعار الوحدة التي يعمل فيها في الحرس الثوري الإيراني عندما نقترب الصورة ليست واضحة ولكنها نوعا ما متطابقة مع شعار لوحدة في الحرس الثوري الإيراني وهي مختصة في الحرب السبرانية والحرب الإلكترونية، نوعا ما قد لا تكون متطابقة مما نراه بسبب أن الصورة ليست واضحة بالشكل الكبير، ولكن واضح بأننا قريبين جدا من هذا الشعار تحديدا، خاصة وأن مثل هذا الشعار موجود أيضا في الجيش الإيراني من هذه طبعا الوحدات التي ترونها، واحدة منها تأتي بهذا الشكل من هذه الوحدات، وطبعا هذه هي نفس الوحدة كما تلاحظ إلكترونيك أي بما معنى الحرب السبرانية أو الحرب الإلكترونية، وبالتالي نحن أمام نقيب في الحرس الثوري الإيراني وأمام شخص يعمل في وحدة الحرب السبرانية أو الحرب الإلكترونية، وهذا يعني ببساطة بأن هذا الرجل بوجوده بسوريا هو ليس بالشخص العادي وهو عضو في قيادة الحرب الإلكترونية على ما يبدو، لأنه أرسل إلى جبهة حساسة إلى نقطة حساسة باتجاه إسرائيل ألا وهي العاصمة السورية دمشق. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن إيران أيضا أعلنت بأن رفيقا له قد قتل معه في نفس الضربة بهذا الشكل، كما نشرت مهر نيوز وعدد من وكالات الأنباء الإيرانية ونشروا صورا له بهذا الشكل وأيضا وهو يرتدي ملابس الحرس الثوري الإيراني، وهذه صورة أوضح لهذا الرجل الذي طبعا كان يرافق ميلاد حيدري، ونتحدث هنا عن مقداد مهقاني الذي ترونه أمامكم. السؤال هنا الأكبر، أين قتل وبأي ضربة قتل؟ نحن كنا أمام ضربات في 72 ساعة الماضية، ضربات متتالية يوما بعد يوم في 30 من مارس وفي 31 من مارس وكذلك في 1 أبريل أو فجر هذا اليوم كنا أيضا أمام ضربات، الكلام عن دمشق، وبالتالي الأمر محصور تماما أمام هذه الضربة. أما هذه الضربة التي جاءت في 31 من مارس أي بما معنى بأننا أمام يوم الجمعة على ما يبدو، أو هذه الضربة التي جاءت من يوم الخميس أو فجر يوم الخميس بهذا الشكل، وهذه أحد اللقطات لهذه الضربة، وبالتالي إذا ما حاولنا أن ندقق في طبيعة أين قتلوا في حقيقة الأمر هنالك نوع من النقاش في هذه المسألة لسبب مهم. أولا أن هذه الضربات تجتمع فيها ويجتمع فيها أمر واحد بأن الطائرات الإسرائيلية جاءت من فوق الجولان بهذا الشكل ووجهت الضربات طبعا على العاصمة السورية دمشق، ولكن كما تحدثنا نحن أمام يومين مختلفين أمام أهداف مختلفة. لنقترب من تفاصيل المناطق التي جاءت فيها الضربات ولنأخذ آخر ضربة 31 من مارس التي قالت إيران بأنها هي التي كانت تعتبر هي نقطة عملية التي قتل فيها طبعا العناصر في الحرس الثورية التي اعترفت طبعا بمقتلهم، وسنلاحظ هنا أن نقطتين أساسية من هذه النقاط التي ضربت هي جبل المانع هنا وكذلك جبل المضيع الذي ترونه هنا، وبالتالي لماذا ضربت هذه الجبال الفارغة؟ لأن هنالك منظومات دفاعية خاصة بالجيش السوري تريد إسرائيل مشاغلتها في بادي الأمر وبعد ذلك تقوم بلحق الهدف أو استهداف الأهداف أو الوصول إلى الأهداف التي تبحث عنها، والأهداف الخاصة بها التي كانت تبحث عنها هي في قرية حرجلة في مستودع للصواريخ رقم 714 وأيضا إحدى النقاط العسكرية الخاصة بالفرقة الأولى في الجيش العربي السوري في منطقة الكسوة التي ترونها أو في أطرافها. طبعا إسرائيل استهدفتها مباشرة وضربتها بقوة كبيرة، وكما قلنا بأن إيران قالت بأن عناصر الحرس الثوري الإيرانية التي طبعا اعترفت بهم قالت بأنهما
قتل في هذه الضربة تحديدا، ولكن الضربة التي جاءت قبلها بيوم هي مثيرة للجدل لأنها جاءت في نقاط حساسة للغاية مقارنة بهذه التي نتحدث عنها. هي جاءت في حي الميدان هنا، ودعونا نصحح هذا الموقف لهذا العنصر في الحرس الثورية الإيرانية. الضربة جاءت في حي الميدان، وكذلك أيضا جاءت في كفر سوسة. وطبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد تحدث بأن هنالك رتلا أو سيارات أو وفدا على ما يبدو فيه شخصيات مهمة للغاية كانت موجودة في تلك المنطقة، وقالوا في بادئ الأمر بأنها كانت قريبة من المربع الأمني الموجود في كفر سوسة، ولكن بعد ذلك قالوا بأن هنالك أساسا مبنى جرى فيه اجتماع في المتحلقة الجنوبية الذي يأتي من ضمن كفر سوسة. طبعا دعونا نأخذ الصورة هنا لهذا المبنى بهذا الاتجاه، وطبعا هذا المبنى طبعا هو كان في هذه المنطقة، لنحدد هذه المنطقة لكم لكي تكون واضحة، في هذه النقطة تقريبا من كفر سوسة. وطبعا قالوا أيضا، أضافوا نقطة مهمة بأننا كنا، وقالوا بأن هنالك 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني قد قتلوا جراء هذه الضربة، وواحدا منهم هو كان من الصف الأول للحرس الثوري الإيراني. وكفر سوسة هذه نقطة معروفة يتواجد فيها عناصر مهمة للغاية، قيادات في العادة تتواجد فيها محمية من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، شخصيات عادة تتواجد من حزب الله اللبناني أو حتى من الحرس الثوري الإيراني، وهنالك اختيارات وأمثلة كثيرة طبعا بالنسبة لإسرائيل، وهي تختار عددا من الشخصيات في هذه المنطقة، وهذه تضاف كنقطة مهمة جدا لما نراه هنا طبعا. وبالتالي نحن أمام علامات مهمة، وخاصة أن المقطع المرتبط بالضربة التي جاءت في 30 مارس، وتحديدا عندما نتحدث عن الخميس الماضي، فإنك ستلاحظ منارة الجامع هنا، هذه المنارة المهمة طبعا التي ترونها هنا، هذه المنارة واضحة بشكلها المميز، لم يكن هنالك الكثير مما هو واضح من هذه الضربة عدا المنارة طبعا، وعدا أن الانفجار نوعا ما يبدو من الغبار من الدخان من هذا الانفجار قريبا أقرب من هذه المنارة. وبالتالي إذا ما أخذنا هذه العلامات واتجهنا بالقمر الصناعي مباشرة إلى كفر سوسة، إلى حي الميدان من هذه الضربة طبعا الكبيرة التي هزت دمشق فعلا، وسنلاحظ لاحظ هنا كفر سوسة، هنا الميدان، النقطة الوحيدة التي تتطابق مع منارة الجامعة التي رأيناها الآن قبل قليل هي تأتي في حي الميدان، هذه هي المنارة التي ترونها، دعونا نبتعد قليلا، تبدو متطابقة تماما مع التي رأيناها الآن. وسنلاحظ إلى اليمين قليلا بأننا أمام برج للاتصالات كبير، ونحن نتحدث هنا عن نقيب في الحرس الثوري الإيراني في الحرب السبرانية أو في وحدة الحرب السبرانية والإلكترونية، وهذا قد يعني بأن الانفجار لم يكن بعيدا أبدا من هذه المناطق السكنية كما كان هو واضحا التصوير في الليل طبعا. هذا يعني بأننا أمام طبعا هذه أو هذا طبعا البرج الذي تحدثنا عنه والمنارة متطابقة، يعني أن النقطة هنا، وقد يكون هذا المبنى هو الأقرب نوعا ما إلى هذه المنارة التي نراها من الصورة الواضحة لنا، وبالتالي ليس واضحا من أي زاوية قد تم التصوير، صعب للغاية أن تعرف، ولكن قد تكون من هذه الزاوية، وتحديدا إذا ابتعدنا قليلا إلى المنازل هنا قد يكون التصوير قادما بأي جهة من الاتجاهات التي طبعا دفعت في نهاية المطاف أن تظهر المنارة. هذه هي المنارة طبعا التي نراها، دعونا نأخذ صورة أوضح، هذه هي المنارة، وطبعا هنا المبنى الذي يبدو بأن الدخان الخاص به كان يظهر بهذا الشكل من عملية التصوير التي جاءت بهذه الطريقة، وهذا قد يعني بأنهم قد قتلوا فعلا هنا في ظل التخصص، في ظل الأهمية، وفي ظل أيضا النقطة المتواجدة في هذه المنطقة. بغض النظر عن كل ذلك، هم أما كانت 30 أو 31 مارس هما قتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، وطبعا إيران توعدت وقالت بأنني سأنتقم وسننتقم لما جرى هنا. وفجأة مباشرة وبعد يوم واحد فقط من الإعلان تحديدا عن ميلاد حيدري من قبل إيران، فجأة جاءت إحدى العناصر والفصائل المسلحة المعروفة في العراق ألا وهم أصحاب أهل الكهف بهذه الطريقة، لكي يظهروا منشورا بتهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، فيها صورة تظهر فيها مروحية، وأوضحوا بأن CH-47 وهي طائرات الشينوك الأمريكية مقابل أو في مواجهة صواريخ ستينجر، وصواريخ ستينجر هي صواريخ الأمريكية باختصار شديد جدا، بأننا سنستخدم صواريخ ستينجر الأمريكية ضدكم أيها الأمريكيون، وسنسقط طائرات الشينوك التي نراها بين فترة وأخرى وهي تحلق فوق الأجواء العراقية وحتى فوق العاصمة العراقية بغداد. وطبعا هذه الصورة واضحة لما التقطوه لهذه الشينوك، بل نشروا أيضا
صورا أو لقطات مصورة وهم يصورون طائرات الشينوك الأمريكية وهي تحلق بهذه الطريقة في تهديد مباشر لم نرى من هذه التهديدات منذ فترة فعلا، ليست بالفترة القليلة أبدا. ونشروا منشورا آخرا يوضحون صواريخ الستينجر طبعا وهي التي ستقوم بعملية الاستهداف، ويوضحون بأن هنالك بحثا searching يبحثون عن النقطة وعن الهدف في الجو الذي يريدون استهدافه، في إشارة واضحة جدا بأن هذا الفصيل على ما يبدو يريد الانتقام لإيران باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية أو التواجد الأمريكي الموجود في الداخل العراقي. ما هو مثير ليس فقط بأن هذه التهديدات المباشرة القوية تأتي بعد يوم واحد فقط أو حتى ساعات من إعلان إيران بأن مستشارها قد قتل في سوريا، لا أبدا، بل إنها أيضا تأتي بعد أيام قليلة من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء أو إنهاء تفويض استخدام القوة في العراق الذي استخدم طبعا في غزو العراق في عام 2003، وأيضا استخدم في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، والذي انتقده بعض الجمهوريين من الصقور الجمهوريين الذين وجدوا بأن هذا يعني إلغاء هذا القرار من دون أي بديل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمتلك الكثير من الحلول أو التفويضات من الكونغرس الأمريكي في حالة تعرض الجنود الأمريكيين إلى أي خطر بأي شكل من الأشكال، وتحديدا وبشكل خاص في العراق. عندما نتحدث عن طائرات الشينوك هنا ونتجه مثلا مباشرة إلى قاعدة عين الأسد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي، هذه هي القاعدة، وطبعا هي تعتبر نقطة مهمة لطائرات الشينوك. عندما جئنا ووصلنا إلى هذا المهبط بالتحديد وبهذا الشكل، هذا المهبط مثلا على سبيل المثال كانت هنالك تحديثات في القمر الصناعي نهاية العام الماضي في 20 ديسمبر من عام 2022، لاحظ نفس المهبط ظهرت فيه طائرات الشينوك بهذا الشكل، وهذه تعتبر نقطة مهمة جدا بالنسبة لقاعدة عين الأسد. لماذا؟ لنفهم لماذا هذا الأمر يعتبر خطيرا في ظل هذه التهديدات. إذا ما توقفنا هنا طبعا وحاولنا أن نكبر الصورة قليلا ونحاول أن نفهم ما الذي يجري بالنسبة لطائرات الشينوك بشكل عام، عندما تأتي فهي تأتي عادة إلى هذه النقطة ألا وهي قاعدة عين الأسد التي تحدثنا عنها، وبعد ذلك تحلق ببساطة بهذا الشكل الذي ترونه حتى أن تصل وحتى لحظة وصولها إلى مطار بغداد، وبعدها من مطار بغداد تتجه مثلا إلى السفارة الأمريكية أو من السفارة الأمريكية إلى مطار بغداد، وبعدها تتجه بهذه الطريقة. هذا هو الطريق المعروف من طبيعة تحركات الشينوك، ليس في كل مرة ولكن هذا الطريق هو مثير لأن هنالك فصائل مسلحة موجودة في هذه المنطقة، ويجب أن ننتبه بأننا أمام جرف الصخر هنا، منطقة ليست بالبعيدة أبدا من طبيعة مثل هذه الاستهدافات ومن طبيعة صواريخ ستينجر الأمريكية التي أيضا توضع علامات استفهام وتعجب كيف وصلت هذه الصواريخ لمثل هذه الفصائل التي لا تعمل بأوامر الدولة أو بأوامر القانون بأي طريقة أو بأخرى. هو سؤال كبير يحتاج الأمريكيون معرفة ما الذي جرى هنا بالتحديد في هذه النقطة بشكل عام. رغم هذه التهديدات الكبيرة الموجودة من الفصائل المسلحة من إيران ومن غيرها، إلا أن إسرائيل لم تتوقف ولم تخاف من أحد ولم أساسا لم تؤجل أي شيء، بل إنها زادت ووجهت ضربة أخرى على الداخل السوري على حمص إلى غرب حمص، ونشرت طبعا لقطات الضربات التي جاءت على مطار الضبعة العسكرية المعروف بأن حزب الله اللبناني موجود في تلك المنطقة القريبة طبعا من مدينة القصيرة التي تعتبر هي نوعا ما قريبة من الحدود طبعا مع لبنان. وكما نلاحظ أن الإيميج سات انترناشونال نشرت اليوم طبيعة هذه الضربات التي جاءت فجر هذا اليوم من النقاط التي جاءت إلى غرب حمص بهذه الطريقة، وستلاحظ أنها ضربات كبيرة أثرت تماما بهذا المطار تحديدا، بل أن حتى مصدرين غربي بهذه الطريقة من المخابرات الغربية أكدوا بأن هذا المطار لم يكن هو الوحيد، بل أن مطار التيفور أو قاعدة التيفور الجوية ومطار الضبعة هو الذي استهدف في القصير قرب الحدود اللبنانية كما تحدثنا، أينما يتواجد حزب الله المدعوم من إيران، وهو المقصود طبعا حزب الله اللبناني بشكل مباشر وبشكل واضح. المشكلة هنا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها أنها أمام ضربات يمينا وشمالا، هنا ضربة هنا اختيارات للحرس الثوري، توعد من إيران، توعد من الفصائل في العراق، وإسرائيل مستمرة في ضرباتها مع نوع من الخلاف مع طبيعة ما تقوم به إسرائيل، لا زالت الخلافات موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا طبعا ما دفع الولايات المتحدة بسرعة أن تتخذ قرارا بحسب CNN
قبل عملية الانتشار قاموا نشروا حقيقة عددا من الطائرات المقاتلة الهجومية الأمريكية من الأيتن في الشرق الأوسط قبل موعد انتشارها، أي أنهم نشروها مبكرا استعدادا لأي هجوم ممكن أن يتعرضوا له. ولا الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أنهم قاموا بتمديد عملي وانتشار حاملة الطائرات العملاقة التي ترونها أمامكم وهي جورج اتش دبليو بوش في الشرق الأوسط، وتحديدا نحن نتحدث طبعا في البحر المتوسط. هي تعمل تحت القيادة الأوروبية ولكنها استمر وقال علينا أن نمدد وجودها أساسا في البحر المتوسط تأهبا لأي ظروف، من المفترض أن تعود إلى قواعدها، ولكنهم قاموا بالتمديد بهذا الإعلان الذي ترونه طبعا وبشكل مباشر، وهذا يوضح أن الأمر جدي للغاية ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما للشرق الأوسط، مما ممكن أن يأتي من عمليات انتقامية وضربات متبادلة بين إسرائيل وإيران أو بين إسرائيل والفصائل المسلحة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. تعرضت إلى ضربة خطيرة ممكن أن تتعرض لها طبعا، والأسبوع الماضي يجب أن نتذكر أن متعاقدا أمريكيا قتل من ضربة بالطائرات المسيرة أيضا، وبالتالي نحن أمام ظروف ليست بالطبيعية تأتي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أن الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما الأمور تأتي عكس الرياح التي تريدها الولايات المتحدة حتى على المستوى السياسي، رغم أنها تريد أن تهدئ الموقف إلا أن سياسيا المنطقة تسير عكس ما تريده الولايات المتحدة، وهذه المرة من قبل المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بعد أن قامت السعودية بالموافقة على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي سبق أن انضمت إليها إيران العام الماضي. فجأة جاءت الأنباء بأن السعودية مهتمة في الانضمام إلى بريكس، المجموعة التي تتواجد فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وطبعا جنوب أفريقيا التي ترونها هنا، وهذه كانت مفاجأة كبيرة للأوساط الأمريكية، يعني جعلت الأوساط الأمريكية كلها تتحدث لماذا السعودية تتبع إيران. سبق لإيران أيضا أن قدمت إلى هذه المجموعة المهمة للغاية، وانضمام المملكة العربية السعودية إلى بريكس قد يعني الكثير. لماذا؟ إحدى أهم المعاهد الهندية التي ترونها ألا وهي ميج أبديتس، وهي واحدة من المعاهد التي تتتبع بدقة التفاصيل وما يجري من نوعية داتا أو معلومات، نشرت هذا المنشور الذي ترونه وأوضحت بأن بريكس الآن لوحدها بالمجموعة التي هي تتواجد فيها قد تعدت تماما على مستوى حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعدت G7 وهي مجموعة الدول السبع فيما تقدمه للعالم بنسبة 31.5%، وبالنسبة للG7 الآن انخفضت إلى نسبة 30% للمرة الأولى. لاحظ الفرق الكبير ولاحظ كيف اختلفت الآن الأمور في بريكس، فما بالك أساسا إذا انضمت المملكة العربية السعودية في ظل أنباء أيضا بأن المكسيك قامت بالتقديم للانضمام إلى هذه المجموعة المتوقع التنمو بشكل أكبر. من يتخيل بعد كل هذه العقوبات أن نصل طبعا إلى مثل هذا التغير الخطير؟ بل إن المملكة العربية السعودية لم تتوقف عند هذا الحد، جاءت المصادر من وكالة رويترز وأكدت بأن السعودية ستقدم دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد للحضور في الشهر القادم إلى قمة الجامعة العربية، وهذا الأمر لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال بأن الرئيس السوري والنظام السوري بدأ يجد طريقه للعودة، وبالتالي تغيير النمط تماما في المنطقة. بل أيضا أن نيويورك تايمز كشف طبيعة الخلافات بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة السعوديين طالبوا كثيرا في الوصول إلى نتيجة فيها، ولكن الأمريكيون لم يجيبوا على السعوديين. فأكدت نيويورك تايمز بتفاصيل مثيرة أن المملكة العربية السعودية هنا كانت في نقاشات لسنوات طويلة ولسنين طوال مع الولايات المتحدة الأمريكية تطالب ببساطة أن تقوم الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في تطوير قدراتها أو برنامجها النووي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية قالت سنساعدكم أيها السعوديون، ولكن لن نسمح عليكم أن تتعهدوا بعدم الوصول للقنبلة النووية بأي شكل من الأشكال أو مساعدة أي دولة أخرى في الوصول للقنبلة النووية، نريد تعهد في هذه القضية. طبعا السعوديون بحسب ما نشرته نيويورك تايمز رفضوا هذه المسألة تماما، وهو أمر منطقي بالنسبة للسعودية. لماذا؟ لأن إيران قريبة جدا من الوصول للقنبلة النووية، وإذا ما وصلت إلى القنبلة النووية وهم متعهدين للأمريكيين بعدم الوصول للقنبلة النووية فهو أمر خاطئ استراتيجيا وضد أمن السعودية القومي، وبالتالي تصل إيران للقنبلة النووية أصل للقنبلة النووية. هذه هي المعادلة أيها الأمريكيون، ولذلك ما هو خطر في هذه المسألة نيويورك تايمز وما تتحدث عنه يوم أمس بأن أساسا السعودية الآن بدأت تنظر للحصول وبدأت تبحث
عن الحصول في المساعدة في قدراتها النووية وفي برنامجها النووي من الصين ومن روسيا هذه المرة، التي لن تشترط مثل هذه الاشتراطات على المملكة العربية السعودية. واضح أن السعودية تريد تطوير برنامجها النووي للاستعداد لساعة الصفر التي ممكن أن تأتي بأي لحظة وإيران تفجر الوضع وتصل للقنبلة النووية، وقد لا تضرب إسرائيل على سبيل المثال، وبالتالي هم بحاجة لمثل هذا التوجه وأن تصل إلى القنبلة النووية. ولكن أيضا في نفس الوقت هناك تفسيرا أو معلومة مثيرة قد نشرت في نيويورك تايمز، وضحت ببساطة بأن المملكة العربية السعودية لا زال هنالك طريقا بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب التفاصيل التي نشرت أكدت بأن السعودية مستعدة للقيام بتطبيع العلاقات أو تكوين علاقة مع إسرائيل مقابل أن تساعد أمريكا السعودية من أجل تطوير برنامجها النووي طبعا، ومن دون تقييد في مسألة القنبلة النووية. نحن مستعدون في هذه القضية. هي نفس الأمر طبعا الذي نشر سابقا من الوول ستريت جورنال، بأن السعودية تقول سأقوم بعلاقات وسأحدث علاقاتي وسأخلق علاقات مع إسرائيل، ولكن أريد تطويرا في المجال النووي، ساعدونا في هذه القضية، وإلا نحن ذاهبون في طريق مختلف، في طريق الصين وفي طريق روسيا. وبالتالي الأمور فعلا دخلت في متغيرات خطيرة وكبيرة على المستويين السياسي والعسكري.